من هو النبي الذي قبضت روحه في السماء؟ كم مرة ذكرت السيدة مريم في القرآن الكريم؟ ما هو الشيء الذي خلقه الله واستنكره؟ من هو النبي الذي أمره الله بصنع سفينة؟ من هو الصحابي الذي نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة؟ ما هي الآية التي نزلت في جوف الكعبة؟ من هو الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان هو؟ من هي أول من آمنت من النساء برسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ في أي سنة حدثت غزوة الخندق؟ ما هي المدينة التي عذب الله أهلها بالريح الصرصر العاتية؟ يا ريت يا أصحابنا لو وصلتوا معانا لنهاية الفيديو تقولوا لنا بتتابعونا من أنهي بلد في الكومنتات. بنشكركم على المتابعة.